نرجع من جديد في الترجي تي في وخصصنا جزء كبير كما قلت لكم فرع المصارعة وفرع الجودو بمناسبة التتويجات والألقاب اللي تحصلوا عليهم في عدة في مختلف الأصناف. كنا نتحدث على اللاعب الدولي ولاعب المنتخب التونسي سابقا زيد أيت كرام، كنا نتحدث مع أخوه أيمن. نحب هوني نوجه لك سؤال سي خليفة، هل أنه خسرناه نهائيا زيد أيت كرام؟ كان تعطينا شوية تفاصيل، نعرف الصحافة المغربية والصحافة التونسية كتبت برشا حاجات صحيح من غلط. والله أنا ناشد المسؤولين تاع الجامعة وزارة الرياضة اللي باش ولا اسمه زياد أيت كرام، راهو تونس صرفت عليه برشا أموال وبرشا فلوس، ولد يتحلى بالأخلاق، ولد متربي برشا وعاقل برشا. مراش أنا علاش صارت الحكاية هذيا، وحبذت أنا باش عندي خوه يحكي عليه أحسن. علاش أنا رئيس فرع؟ لنحب نحكي على الجامعة، لنحب نحكي على، أنا نحكي لك على الوليد هذا، راهو إذا كان باش يمشي يلعب مع المنتخب المغربي راهي باش تخسروا تونس. ما يجيش منه ولد صغير عمره 25 سنة ماذا بيا يشوفوا معناتها حل للوليد هذا. أنا بما أني ضربوا تونس دمي معناتها ضيعته على خاطر ضربوا تونس، نحب الوليد هذا زاد يواصل المسيرة متاعه بثبات حتى يكون معناتها بطل من أبطال العالمين. حتى نوجهوا هوني دعوة حتى للسيد وزير الشباب والرياضة تحاول تاخذ ملف سيد الوزير يلزم يتحرك. سيد الوزير أنا ناشده من هذا المنبر، سيد الوزير اللي الموضوع متاع زياد أيت كرام قاعدة تكتب عليه الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة. أنا نحب سيد وزير الرياضة يتسائل شنو هي حكاية زياد أيت كرام، يعيطوله وشوفوا شنو هو الموضوع متاعه، وراه ما نحبوش تخسروا. إذا كان معناتها السيد هذا مذنب تو نعاقبوه، إذا كان مش مذنب ما نعاقبوش، عليه نعاقبوا فيه. ما نحبوا احنا بزيد لقب لتونس. وإحنا كترجي الرياضي بعثنا مكتوب رسمي للجامعة، ما حبيناش نتقدموا للكلاس. عرفت علاش؟ أنا ما نحبش نقلق الترجي بالشكاوي للكناس والحكايات، فهمت؟ ولينا حبذت وباتفاق مع السي شادلي بن سليمان عملنا مكتوب آخر ثاني قبل الدور النهائي نطلب من الجامعة التونسية للمصارعة، بما أنه يوم الدور النهائي للمصارعة عرس لرياضة المصارعة، قلنا بالمناسبة هذه ماذا بيكم تعفيه على المصارعة ذا وخليه ينضم إلى صفوف الترجي وخليه يشارك في عرس المصارعة التونسية. ما لباوش، ما جاوبوناش حتى الجواب، مش يجاوبونا مش يقولوا لنا بالرفض، ما جاوبوناش. معليش احنا ما نسميوهاش بالنسبه للترجي هزيمه اللي احنا عملنا مراسله هم ما راسلوناش. نستناو في الاجابه نقولوا. ما نستناو التوفيق، احنا هزينا البطوله والكاس والاجابه ما جاتش، ولعبت واحد اخر في بلاصته وربح. طب فهمت؟ اما ما نحبوش نخسروا زياد أيت كرام خاطر بطل افريقي وبطل عربي والوزن نتاعو 74 كيلو قال يحكي لك عليه خو، وزن صعيب برشا، صعيب ياسر واحد باش يداوم كل عام يهز بطوله افريقيا. اللهم صل على النبي، هو كل عام يهز بطوله افريقيا. انا وقت اللي يقول لي عارف ايش بيك ما هنيتنيش، نقول له بطوله افريقيا بالنسبه لي انا معك انت حكايه فارغه، انا نحب نطمح باش تولي انت بطل عالمي بطل اولمبي، هذا شنو نحب. وهذا كان نتمناه، وهون نعاودوا وجهنا النداء للسلطات المعنيه، وان شاء الله تكلف الملف هذايا وتحاول زياد أيت كرام. نتصور انه كان تصير مفاوضات والناس تحكي مع بعضها تو في ما يلقاو اتفاق ويلقاو حل بزياد أيت كرام يرجع المنتخب التونسي، وما هو نزيدوا نفوزوا بالعديد من الالقاب. نحب نواصل مع المصارعين وتو نجيك حاتم عويدات، كتقدم لنا روحك كيف كيف حاتم الوزن. حاتم عويدات 66 كيلوغرام، مصارع روماني، انشأت في الترجي الرياضي التونسي منذ نعوم تظافري كما نقول. كفلت بي الترجي وترينيت مليح، وكل عام بطولة وكاس نقوموا جيبها معناها عادي. الحمد لله. الحمد لله. كتقدم لنا اللي بعد كندور المصارعين بالمصارعين، تفضل. قاسم نوار، قاسم نوار 84 كيلوغرام، ترجي الرياضي التونسي. كنا فانا صنف تلعب اوسط اكابر الرومانيه، ونشا في منتخب تونسي، وفرحانين برشا بالبطوله والكاس، وان شاء الله من حسن اذا احسن تحصل على الدوبلي الموسم هذا. يعطيك الصحه. تفضل بالحسن. وائل السالمي. وائل السالمي تفضل. 71 كيلوغرام، منتخب وطني، وفانا صنف صغر اوسط اكابر.
بارك الله. والتور زاد الموسم هذايا فرحانين بالدبلي وان شاء الله من احسن الى احسن. يعطيكم الصحه. بالحسن بالحسن همامي وزن 59 كيلوغرام الترجي الرياضي التونسي. كنت قلنا الدور النهائي شنو عملت؟ فينال انا كانت عندي فتره معناها كنت ترينا في ليكيب ناسيونال وانسحبت قرايه وواحد هذا الموضوع كنا نتحدثوا فيه اليوم. ما القرايه كل مره تجي في اخر الموسم نفس الوقت هي نهايه السنه المدرسيه. الحمد لله معناها رجعت التحق بالجمعيه ووقفوا معايا اصحابي والانترونير زاد نتاعنا وسي خليفه زاد حكى معنا والحمد لله معناها. يعطيكم الصحه. وفقنا ربي. يعطيكم الصحه. تفضل. شكري يا بوتشيش مدرب مع في الاصغر والاواسط مع سي احمد الصغير. مصارع سابقا. مصارع سابقا وبطل سابقا مع سي خليفه. وخليفه هو مربيني حتى قبل كنا في المنتخب معايا هو عباره اخويا الكبير وزاد تو جبدني بحذاه بسيفته معناها يعرفني بالكدا وولد الجمعيه ونخدم انا مع احمد محمد البرقاوي ومع احمد الصغير ومع سي خليفه بن ناصر. بصراحه في كلمه باختصار الراجل المناسب في المكان المناسب. اي كنت قدمونا بالحق هو نعرفه بالحق. متواضع ما يحبش يحكي روحه ولكن نعرفه القاب وتاريخه وكيبدا معناها مصارع هو اللي شاد فرع المصارع. يلزم باش تنجح الراجل المناسب في المكان المناسب. تشوف انت الجيدو علاش ناجح علاش يخرج ابطال. أي. تلقى رئيس الجامعه عامل جيدو بطل. ستاف تكنيك اللي داير به والفيديراسيون كلها معناها اللي خرجوا من جيدو يجبدوهم يحطوهم ليه معناها كي يشوف الاتليت في التابي يعرفوا هذاك لويتر جيدوكا فهمت. يلزم يكون هكاك. سي خليفه من الناس اللي معناها اعطاها من جهده وبطل وبارك الله فيه. فرد جينيراسيون ما ذولي ما كومش فرد وزن. لا هكاك اختلاف كبير برشا. ونشكر سي حمد المد بصراحه كما قال لك سي خليفه وفر كل شيء بارك الله فيه. الحمد لله كشوفوا الالقاب اليوم في البلاتو. كل شيء قدامكم واضح. يعطيك الصحه. النتائج موجوده. تفضل. يسري جوشان مدرب لا كابر في فرع الجيدو. اي و بون مالوريزمون السنه ما هزيناش دوبلي كيما كل عام عملناه والتوجنا بال فيس شامبيون وفي الكوب في الشامبيون. خساره مستانسين معاودين معاودين ميداليه ذهبيه ما يسالش معاودين معاودين الجمهور نتاعنا وادارتنا بالدوبليات. السنه تعرضنا عنا في الاكابر تعرضنا لزوز اصابات في وزن 66 في وزن 73 كيلوغرام. ورغم هذا كله معناتها ما خسرناش معناتها هزيمه كبيره معناتها خسرنا 4-3 بسام المتيري ديبواتمون في الكتف وزياد محجوب في الركبه صار له ديبواتمون في الركبه. وان شاء الله فهمني ان شاء الله نقعدكم عندنا بطوله عربيه قريبه في اكتوبر باش ننظموها احنا ان شاء الله في القبه. أيه. ان شاء الله نوعدوكم ان شاء الله نجيبوا تيتر ان شاء الله. وعندنا تكون جبنا تيتروات بحذاك في الكادات نتاع الجودو في الدرجه التونسي. نرجس وخلود كان. اي تفضل. تفضل. نرجس بن حميده بطله افريقيه لسنه 2014 ميزان فوق 70 كيلوغرام. وسنة لعبنا الكوب وهزينا الكوب صغريات وعملنا دوزيام في الشامبيونا. وان شاء الله عنا تلعب مع الجونيور والكادي في نفس الوقت. اي في الجونيور عملت ارجون وفي الكادي بيان سور ميداي دور. ان شاء الله طبيعيه. وان شاء الله عنا بطولة العربيه في اكتوبر بتتلعب في تونس ان شاء الله. وبحذاك خلود الورتاني. خلود بطل تونس سنه مع الكادي ونفس الشيء عم ناول مع المينيم. خلود ورتاني ميزان 48 كيلو ميكرو. اي كاديت بروميير اني كاديت بروميير اني كاديت والعام تفوز بالبطوله. يعطيك صحة نرج خلود ونصور المستقبل كبير في الجودو انت ونرجس. سي المودي قبل ما نجيك نشوفوا تقرير حول الجودو. كنا حاضرين في النهائيات النهائيات بطولة الكأس في الجودو اسبوع قبل نهائيات المصارعة. نتفرجوا.
في رياضة الجودو دارت نهائية الكأس والبطولة يومي 31 ماي و1 جوان 2014 في الحي الوطني الرياضي بالمنزة. أكثر تفاصيل على قوانين اللعبة مع مدرب الفريق يسري شوشان. دور الفعاليات على زوز أصناف، فريق الذكور وفريق الإناث. بالنسبة لفريق الذكور يتكون من 5 أوزان في الكوب في الكأس، وفريق الإناث كيف كيف 5 أوزان، من 7 نحطوا 5 أوزان، والشامبيونا تولي الميزانات كل 7 أوزان. بالنسبة للبنات الميزانات هم 52 57 63 أقل من 70 وأكثر من 70، وبالنسبة للأولاد 66 73 81 90 وأكثر من 90. هذوما كل واحد منهم باش يعمل كومبا، معناها كل واحد من البوا هذوما باش يعمل كومبا، واللي يربح أكثر كومباويت هو اللي يترشح. بطبيعة نلعبوا كونتر الادفيرسير نتاعنا، هو يهبط 5 وإحنا نهبطوا 5. ان شاء الله احنا ديما نقولوا احنا نربحوا اكثر من 5، هو سيت ان نومبر امبير، احنا نربحوا 3 ويربح زوز احنا نربحوا. الترجي اكتفى بالمرتبه الثانيه في البطوله والكاس اكابر وكبريات على عكس الاعوام الفارطه، علما وان الصغريات فزنا بالبطوله هذا الموسم. سابرينا، you are with your sister here to support Esperance this year. Yes, we are here to play with them judo, and it doesn't went so well, but we lost the final. How you was contacted by Esperance? She has friend here who plays in the Esperance team of judo, and he asked if we wanted to go with them to play in this competition. So we said yes. Esperance called you. Yes. How do you do? You live in Sweden? Yes, we live in Sweden. So you are here just for this competition? Yes, but we have, my father is from Tunisia, yes, and my mother is from Sweden, so we are help. you love Esperance, I think. Yes, it's Terhenji Daula. ليميت معناتها 4-3 ليميت شفتها، معناتها كنت تفرجوا معناتها كومبا للاخر، معناتها ما كناش نستناو باش يخسر خسر. الفريق مازال شاب، ما ترجي التونسي مازال مستانس ديما بالالقاب، ولما حال خيبه امل عام سنة كي عملنا دوزيام بلاس خاطر مستانسين كل عام نهزوا الدوبلي. الحمد لله ربي قاعدين نخدموا على الاولاد الصغار توا هيك، وان شاء الله العام الجاي يكسبوا الخبره ومع ليكيب ناسيونال تولي خدمه باهيه. كما تشاهدوا احبائي الترجي الرياضي التونسي موجودين في مختلف الاماكن في العالم، وجينا حتى بنات من السويد يشاركوا، قال لك بوهم يحب الترجي، بوهم مصلوا تونسي يحب الترجي الرياضي التونسي، هاك عليه جاوا يشاركوا مع الترجي في المسابقات الوطنيه. نجي معك سي المولدي، كان تقيم لنا ساعه الموسم هذا للترجي الرياضي التونسي في الاصغر، انت تدرب فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما نحبوها يا الترجي ديما معناها في العلالي، والحمد لله معناها عم ناول هزيت الشامبيونا والكوب، معناها هفوه صغيره خسرت الكوب ديزيام بلاس. وكل عام معناها انا من القدامى كما يقولوا في 92 في الستاف، وديجا مدرب معناها في الترجي، ونحب الترجي ومضحي على الترجي من الجمله، معناها حتى سي خليفه معناها جا معناها داري اعطيتها للترجي، معناها داري معناها هديتها للترجي واعطيتها للترجي، وكونت منها ابطال. عندي اربع شامبيونات افريقيا، هلال العياري ومنعم الماجري ولدي محمد امين العياري وصلت في داري وسهيل فرحات هذوما من داري، والكادي معناها هذوما، ونوصل نهبط زوج جمعيات منين ما تكفيتش معناها بالبريمير بلاس برك. كل دارك معناها الصاله نتاعك تحت داري لوكال، مش نكري لا، اعطيته للترجي انا خاطر مناظر ونحب الترجي. يعطيك الصحه. مش يقول نحب الترجي بالفم، لا انا التو عندي معناها حتى كيما نقولوا فيها ما نحكيش على وضعيتي، ما مش وقت. ما انا نحب الترجي برشا، مضحي على الترجي معناها فهمتني. وصلت معناها ما كفيتش بالبريمير بلاس برك. انا كنت جاي عندي سينيور اخر عام تاعي 2008 2009 وحدي في الترجي، هزيت دوبلي والتاريخ يثبت، وهو حتى تتصور عندي. جا اسكندر حشيشه بارك الله فيه قال لك يا مولدي انت توسع بالك برشا، رانا ما عندناش ريليف، انت توسع بالك رجع لي للصغار، رانا ما عادش عندنا
سي اسكندر يعطي الصحه ويرحم والديه زاد عاوني معناها راجل زاد طيب ياسر عاوني وعملت دو زيكيب نابت فينال دو زيكيب معناها دو زيكيب نعمل بريمير بلاس دوزيام بلاس للترجي موجوده حتى في المجله تو موجوده في المجله باسم ولاد حي الانطلاق شكون الوحيد من المنزه هو السنوسي كلهم ولاد حي الانطلاق تكويني انا الخاص ولا عاملوا لاني بالبنات المينين ندخل فينال مع القروان القروانه قويه نخسر باش نخسر بال 40 ب 36 كيلو ما عنديش هذاك باش خسر انت الموسم هذايا معناها والموسم والموسم فيت الثاني في البطوله وخسرت المره الثانيه في الكاس علاش 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 رجعت لك انا علاش رجعت لك للمينيم انا المينيم خاطر هذوما اللي طلعوا لي كادي والكادي هذوما عملت بهم بريمير بلاس شامبيونار عملت بهم بلاس الكوب وسنا بالنسبه للبنات زاد عملت بهم الكوب هزيت بهم الكوب بون ربحت القروان خمسه ثلاثه اثنين وربحت حلق ولد الكرم 4-1 والحمد لله معناها توجت وعندي الاولاد زاده هفوه صغيره كنت زاده نهزها زاده سنة عملت سيم بلس فهمتني الحمد لله وانا ميداليه فضيه يعطيك الصحه بالنسبه للبنات فزت بالكاس نعم فزت بالكاس لا هذاك نحكي لك على عمله بالنسبه للسنة فزت بالكاس والحمد لله معناها يعطيك الصحه هذا لقب معناها وسي خليفه معناها بالرغم معناها هو في لوتور ولا يفهم جيدو يجينا معنا للصاله من المثابره ديما معنا في الصاله ويعطي الصحه ولا يفهم جيدو معناها يفهم الكوكاو اليوكو الوزاري من شنو بالمثابره نتاعو حتى في لونترينمون يجي ويحضر معنا وديما معنا وبارك الله فيه بارك الله في السي حمدي المدب اللي معناها قائم السبور الانديفيديال يعطيك صحة سي المودي خلينا نرجع لك يسري شوشان انت زاد مدرب فريق الاكابر الترجي التونسي كنت قايم لنا ساعه انت موسم 2013 2014 كنت عاود على كل شيء معناتها هو الخساره نتاع السينيور هي اللي اثرت شويه على السيزون مي سينو تشوفوا برمي لي كنا ندرب الرجال والبنات في نفس الوقت ولا اي انا والله ايش نقول لك انا راني في الاكابر لكن سي خليفه عطيني ففير معناتها الجونيور تحت يدي الكادي كيف كيف مع سي مولدي فهمتني دونك بالنسبه كيما قلت لك السيزون عملناه وخرجنا بتريبلي معناتها هيستوريك هزينا الكادي هزينا الجونيور السنه بون خسرت السينيور هي كيما قلت لك معناتها خرجتنا شويه على العثنيه مي بارسا معناتها تعديت سيزون خشينا قلنا الميداليه الفضيه تعتبروها نتيجه خايبه بيان سور وقت اللي تبدا في جمعيه كبيره كيما الترجي ومن اللي انت حليت عينيك انا حليت عينيا في الاسبيرونس اون 90 دخلت الاسبيرونس مينيم نتكعبر معناتها نهز في الميدايات معناتها من المينيم من السكسيون كامله كانت تهز والاسماء الكبيره اللي تعديت في الجودو ولا في اللوت في الجودو كان عندنا سي حسن بن قمره سي بشير الخياري حتى سنيع عندنا فيصل جبل لعب احنا ماناش نحكيو على نيفو انترناسيونال خاطر ديما التصويره نتاعنا هي فيصل جبل هذيك ديما تيتر مونديال ديما ان شاء الله موجود نحكيو على جمعيتنا استنسنا بالالقاب استنسنا بالمرتبه الاولى خاصه وقت اللي يتيح على المرتبه الاولى بون جمعيه اخرى ترضى بها دوزيام بلاس انا روحت نبكي انا كل ما نخسر فينال نروح نبكي استنسنا جمعيه كبيره اسمها الاسبيرونس نمبر 1 زيد وجمعيه زيد كبيره تبني تعرف تبني على الخساره وربما خسرت سنه باش تكون معناها امال بور امبيان الموسم القادم والله هذاك اش عملنا احنا داير من النهار الاولاني خسرنا من النهار الاولاني سي خليفه كلمني قال لي زيد ما تقعدش تخمم في الخساره مشيت الخساره قدامنا 2015 عندنا شامبيون عرب في اكتوبر يلزمنا نحضروا لها يلزمنا نطعموا ليكيب نتاعنا عندنا خاطر ما ننساوش احنا علاش خسرنا صحيح فما دي بليسور مي عندنا جونيور طالعه عندنا سي فوزي بالفقيه اونترونور معنا معناتها مدرب كفء يخدم في خدمه كبيره في الجونيور قاعد يخرج هو سي مولدي حضر له في الكادي يعطيه للجونيور وانا اخوهم معناتها من الجونيور نحضروا للسينيور يمشي بطبيعته ليكيب ناسيونال يبدا حاضر دونك في الفاز هذيك عندنا وليدات خارجين عندنا جينيراسيون العام الجاي باش تكون باهيه في السينيور مع باش نطعموها ان شاء الله بنيات وليدات اخرين كما شفت البنات اللي من السويد هذوما فهمتني ان شاء الله العام الجاي ما نجيبوش من السويد ان شاء الله العام الجاي نجيبوهم من هون عليه هكا فازوا جابوا القاب البنات
عندك انت فيز وعندي انا خسر. انا ديما نحكي نحب بريمير بلاس ديما المرتبه الاولى. الترجي سي تتويج سي منصه، خاطر الاداره تعبه، رئيس الفرع تعب، مدربين تعبين. احنا في الصيف الناس تقف توا في جوان 30 جوان يقفوا، انا وسي مولدي وسي فوزي بالفقي نقعدوا نخدموا حتى سبتمبر الديبي دو سيزون، من عنا ما نفكروش لا فلوس لا شهريه لا ما نفكروا في حد شيء، نخدموا نضحيوا. علاش؟ باش العام الجاي الوقت هذايا تبدا فما كوبات. يعطيك صحة إن شاء الله. ذاك الموعد العام الجاي باش نزيد من الألقاب والبلاصة الثانية بتاع سنين إن شاء الله. حبيت نزيد نعرج مرة أخرى على البطل اللي بجنبي، راي مش اللي يجي نرجس بن حميدة مرتبة أولى في بطولة أفريقيا، وحاجة أخرى البنية هذية نمبر 1 في كلاس مونديال في السبعين كيلوغرام في الكادات، معناتها إن شاء الله بطلة قادمة. وحبيت زيادة نزيد نعرج على سي خليفة بن ناصر نشكره، خاطر مش اللي يجي مش اللي يجي، كان عندنا بطل اسكندر حشيشة شد سيكسيون، وقت اللي يخرج اسكندر تقعد تخمم شكون باش يشدها سيكسيون، انسان كيما كانوا قبل يجي كونتابل يشد سيكسيون، يجي افوكا، انسان له علاقه بالسبور. شدنا سي خليفه الحق مش في وجهه، معناتها نشكر فيه. تطلبوا تقول له يا حاج عندنا خارجه عندنا ديبلاسمون عندنا كذا، اجا توت سويت عمر البوس رجل كذا ويجري، وما نحكيلكش عمل للسينيور الجمعه الاخرانيه باش لعبنا شامبيونا كيفاش حضرت ليكيبمون حضر والدنيا كل شيء حسيله ونشكره وإن شاء الله ربي يخليهن. يعطيك الصحة. حاج نجيك لك أنت بقالك قبل ما ننهي الجزء الأول هذا على فرع المصارعة والجودو باش تحثوا بعض على كرة القدم، نعطيك كلمة ختام كانت قايمنا أنت وتعطينا تقولنا على الموسم هذا وتعطينا كلمة على الملاكمة زادة اللي أنت رئيس فرع الملاكمة. بالنسبة للحصيلة نتاع السناء حصيلة طيبة للغاية، صارت عثرة بالنسبة لفريق الجودو اللي مش متعود في العثرات هذه. كما قال لك يسري تعرض زوز عناصر معناتها في الفريق الإصابات، واحد في يده واحد في كتفه. والغالب هذيك ساءت صدف معناتها بتصير، خاطر كي يبدأ عندك أربعة مثلا باز يتكسر لك واحد لا قدر الله تخسر. تمام. فهي بالنسبة للمصارعة ما قصروش، نتائج طيبة، نقول لهم إلى الأمام. حبيت نعرج على ولد بركة اللي هو بالحسن الهمامي. حكيت أنا والمدرب نتاعو سي محمد البرقاوي، قلت له باش يلعب مع البوثوري، اسمه هو البوثوري البوثوري احمد البوثوري، هذا مرتبه اولى ما يحكي مع حد في المنتخب. معناتها قلت له هذا لازم يربح. قال لي شوف كيف شديته وحده، عملت له شحنه معنويه وقت اللي هبط يلعب الناس كل قعدوا باتين كيف يلعب، كان اعطيته دو باج ولا عملت له حاجه، فهمت؟ عملت له شحنه معنويه كبيره، زرقت له في مخه، هبطت كالسيد. تفهم فيا؟ ما نكذبش عليك، كريت الكاس والبطوله اللي جاوا احسن مقابله عجبتني نتاع الوليد بالحسن الهمامي، ونشكره معناتها بالمناسبه هذه خاطر سمع كلامي واللي قلته له، عملت له شحنه معنويه، هبطت عبد اخر. فهمت؟ بالنسبه لفرع الملاكمه، فرع الملاكمه فيه ملاكمين اواسط، ما عندناش فريق اكابر. أيه. حتى كي توليت الاشراف عليهم انا ما عندهمش دي بون بوكسور، معناتها قاعد لهي بهم نتبع بهم في بثبات قايمه. اللي عملته اللي عملته الترجي للاصناف هذوما في سواء في المصارع ولا في جيدو عملته لهم هم من جميع ما كل شيء. اما تبقينا ممنوع الهزيمه العام الجاي، يلزم يقدوا رواحهم وان شاء معناتها ويلزم ينزلوا على منوال الجيدو والملاكمه او المصارعه، لازم خاطر الملاكمه في الترجي الرياضي استوريكمون عندها ماضي كبير برشا. صحيح. ان شاء الله العام الجاي الملاكمه تكون معانا لهنا ويكونوا ثلاثه فروع، الفروع ثلاثه ذوما متوجين، وان شاء الله يكونوا بحذاك كان عجنا ان شاء الله. واخذينا موعد كيف كيف باش يحضروا معانا ابطالنا لاعبين الملاكمه. انا نحب نشكركم كنت حاضرين معانا اليوم هكاك حكينا على المصارعه وعلى الجودو في الترجي التونسي، ان شاء الله تعاودوا تجوا بحذانا في مواعيد اخرى، وان شاء الله ديما بالتتويج وبالفرح وبالالقاب. يعطيكم ساعه كنتوا حاضرين معانا. احنا باش نواصلوا حصتنا باش نحكيوا على فريق كره القدم، قبل ما نحكيوا على الاكابر باش نحكيوا على الاصاغر والمشاركه الممتازة في دورة بوتكوت كلوب دو لاكوا في شمال فرنسا، باش نلتحقوا بينا مسؤول وثلاثة لاعبين للفريق ومعاهم باش نحكيوا على هذه الدورة، ثم باش نحكيوا أيضا على فريق كرة قدم باش يكونوا في مكالمة هاتفية مع سيباستيان دو سابر، وكما تنتظروا كلتم نسألوه بعض الأسئلة على الأسامي المطروحة والانتدابات اللي تسمعوا بهم الكل تو ثم نحاولوا نسألوه بعض سيباستيان دو سابر. احنا نحب نشكر مرة أخرى الحضور اللي حاضرين معنا اليوم. نخرجوا فاصل إشهاري ثم نرجعوا نتحدثوا على الفوت.